السابع من شروط الصلاة. سبعة يا صلاة مسرتوش. نعم. دخول الوقت. نعم. ما معنى دخول الوقت؟ نعم. وقت مقبع صلاة يا صلاة جزء مقبع. لا يصح أن يصلي قبل دخول وقت الصلاة. عيبك علتم لسجد يا صلاة جزء تلقبها. ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها. يا صلاة وقت استنوت أنا قويت دمو كل كلمة. فلا بد أن يصلي الصلاة في وقتها. صلاة بتسببت جزية بتوسنبت جزية مسجد يجدلها. والأفضل والأحوط أن يصلي الصلاة في أول الوقت. بلا تجين يا صلاة بأول وقت مسجد له. إلا لعذر. من يهوانا مكني أتكلم لو مستكلم. نعم. فلو صلى قبل الوقت فالصلاة باطلة. صلاة جزية سيجبها بسجد صلاة وركنا ويتسل. ويحرم أن يؤخر الصلاة عن وقتها. صلاة دمو جزية تجبها بها لا. مع زجية حرم.